العواف عليكم يا جمهور نفسنا العظيم، العواف عليكم يا أجدع منافسنين، العواف عليكم يا ستات يا رجالة يا بنات يا بنين. اهلا بجمهوري في الاستوديو، واهلا بزميلاتي العزيزات المخضرمات اللي هيقوموا دلوقتي يلفوا حواليا عشان انا شبه المقام النهارده. لا انا حاسه ان احنا الف ليله وليله شويه. لا انا حاسه ان شبه المطربه خضرة محمد خضرة. طلعت فوق السطوح عندها بدريه السيد. بدريه السيد، وحاسه هتعملي كده بتقولي موال. وطبعا احنا متسجلين عندكم، ومعروف عننا ان احنا بنيجي بمواضيع جامده جدا، مواضيع شيقه، مواضيع كوميديه، مواضيع ترفيهيه، مواد هقعد بقى اقول للصبح. ما تخشي في المواضيع وتخلصي. طب انا عايزه اكتر. ما انت هتنطقي في الحلقه عايزه اطول دوري. ما انت هتطولي، هتتكلمي كمان شويه بعد طيب. زمايلك. موضوعات حلقتنا النهارده هي في حلقه النهارده من نفسنا هنتكلم عن توافق حد يورث حياتك الافتراضيه واسرارك ازاي؟ الفيس في ايد حد تاني، فيسك اصل الكلام. كلام كتير قوي من اللي بنستعمله في حياتنا اليوميه احنا مصرنا، واحنا مش عارفين ان هو اصله مش عربي ولا مصري. لقاء مع جيهان قمري. انا بحب مصر، لما باجي بمثل باللبناني بحس دمي تقيل. أول موضوع معانا موضوع غريب قوي، الورث. معروف إن الأب أو الأم لما بيموتهم ولادهم بيورثوهم، شغال وتمام لما بيموتهم. والورث عبارة عن إيه؟ فلوس، عقارات، ألمازات، مجوهرات، ماشي. لكن تقبل إن حد يورثك في حياتك، في أسرارك؟ بمعنى ايه؟ تقبل حد يورث الفيسبوك بتاعك؟ تقبل حد يورث الانستجرام بتاعك؟ تقبل حد ياخد الواتساب بتاعك؟ حصتي حصتي. لا ده انت لو حد اخد الواتساب بتاعك هتبقى حصتك كبيرة طبعا. لا تاريخك كله الاخضر. اشيك ازاي؟ اشيك ازاي؟ وعلاقاتك الاسرار بتاعتك انت والرجاله، علاقاتي والقبولات الساخنه اللي بعت. طبعا تخيلي بقى لما يعرف علاقتك واسماعيل. اسماعيل فرغلي. اسماعيل مين اسماعيل فرغلي؟ زميلي اللي كان معايا. هو كان في علاقه؟ ازاي واتساب دي فضيحه؟ لا بجد، انتوا تتخيلوا حد يعني انت تبقي في يعني ازاي؟ ازاي الفيس في ايد حد تاني؟ فيسك في ايد حد تاني؟ فيستايمك؟ لا. حد يشوشر عليه؟ لا. والنبي عايزاكم بقى انتوا تشوفوا هل ولا مش هل؟ انا عن نفسي مش هل. هل 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 هل. طب وبالنسبه للسناب شات ايه ظروفه معاكي؟ السناب شات ده ما بتلعبش فيه برضو؟ ده لا محدش يقدر يجي جنبه. سنابي شاتي هي لسه هي جت جديده يعني بقى لها كام اسبوع واوريدي نيلت الدنيا شكلها. بخش صباح الخير، ازيكم، يوم سعيد. بس قولي الحمد لله سناب بتمسح اول باول. الحمد لله في الذكريات فيه ده. يعني انا لو يعني اعتقد انه لو انا شخصية معروفة ومشهورة وليها فولورز كتير يعني انا موت اصلا من الاول بقى. رد لا عادي. لا عادي عادي يلا كملي موتش وبعدين. والنبي بعد الشر. ماشي انت خلاص. الله الله ما انت هتموتي هتدفني يعني. لا ال 40 اتحللت. بعد الشر. ودخلتي جهنم لما اتحاسبتي. بعد الشر. ربنا بقى انت ما انت باين عليكي. لا يا اختي هتخشي الجنة في 60 داهية بعدين. لو انها موتشي اتدفنتي حصل ايه فيسك؟ حصل ايه تويترك؟ يهمني في ايه بقى؟ يعني انا يهمني في ايه؟ انه اورث الفيس بتاعي والتويتر بتاعي والانستجرام بتاعي لحد. يعني انا مش عارفه ايه اللي يهمني، بس هنفترض فرضا انه ده قرار لازم الواحد ياخده قبل ما يموت. لو انا شخصيه عامه ومعروفه
ما يمنعش خالص ان في حد من افراد المقربين ليا، الاصحاب، عيلتي بتاع، يبقى هو اللي ماسك او وارث الاكونت على الانستجرام بتاعي، عشان يفضل يمفكر الناس بصور، باحداث، بتاريخ، بحاجات حصلت، بمسلسلات، بحاجات عملتها، ببست اوف، يعني ممكن، بس ده في حاله بس ان انت شخصيه عامه او شخصيه معروفه، غير كده مش شايفه لها اي معنى. انا نفسي مش عايزه لحد يلعب في تويتري ولا انستجرامي ولا فيسي ولا اي حاجه، ما حدش يقرب له خلاص. سيبي لي فيسك وانا اظبطه. لا، هتبداي تكلمي الناس على لساني انا لسه عايش، وهتطلبي منهم فلوس وكروت شح. اشحني، انا انتصار ومزنوقه. والنبي عشان خاطري ابعت لي عربيتك توصلني من اسكندريه للقاهره عشان عربيتي قتلت. عيب محمد، بحبك بموت فيك، هيبعت لك تقف تكرك انتصار. انت مش متي؟ لا ما متش، انا عايشه. ارتعشت وارتجف. لكن لو فرضنا ان عندي صفحه رسميه كبيره ومهمه وفيها ناس معجبين كتير، هيبقوا عايزين بقى ايه، يتابعوا مراسم الدفن ومراسم الحساب والورث، ويمكن يحبوا يتابعوا اخبار قديمه ليا، لينكات اعمالي. فدي ممكن اسيبها للي ماسكين الشغل بتاع السوشيال ميديا بتاعتي، او اسيبها لابني اقول له يا ابني صفحتي يا امانه في رقبتك. هيقول لك اتنيلي ده بدل ما تسيبي لي 100,000. روحي موتي. هو عامة كل الاسرار اللي احنا فاكرين محدش عنده اي تواصل بيها ومحدش يقدر يشوفها على فيسبوك وانستجرام وكل الكلام ده، يا جماعة الحاجات دي مكشوفة للي عايز يشوفها أصلا، هي مش أسرار. موضوع فيسبوك ده أي حاجة، أي معلومات، أي صور بتحطها على الفيسبوك، إذا حد بيعمل هاكينج يقدر يوصل لها، وفيسبوك أساسا البروبرتي دي الحاجات دي بتاعتهم، فأنت كده كده في الأوبن في الانستجرام كده كمان. بس أنت شايلة كتير قوي يا حبيبي. ليه بس؟ شايله على كتافك كتير قوي. اه شفتي؟ فرشات. اوعي تقولي ولا ورد. ده ورد اعتقد. ورد؟ طب اوعي شوف. محدش هيورثهم مني، دول بتوعي يعني. انا. فدي اول حاجه، الناس مش بتلاحظها. تاني حاجه ان احنا طبعا هنا يعني بحس ان في اوروبا وامريكا كده واخدين موضوع الفيسبوك وده جد جدا. هنا احنا بالنسبه لنا لسه بنلعب. فمش بنفكر اصلا حياه افتراضيه، حد هيورثها، حد مش هيورثها، يعني زي ما هيدي قالت، مين ده اللي هيقعد يفكر مين هيعمل ايه بالفيسبوك بتاعه بعد الموت؟ بالزبط. بس الحاجه اللي بتبقى غريبه قوي وانا بحسها كئيبه، ان بلاقي مثلا وده حصل لي من كام يوم، ان حد من مش قريب مني بس اصحابي على الفيسبوك توفى الله يرحمه، وتقعدي تلاقي ناس كتير قوي بتكتب على الوال، وحتى مامته كانت قاعده بتكتب عليها. ف انا مش مرتاحه للموضوع ده، بحسه كده ما اعرفش، انا لحد دلوقتي مش قادره يعني استوعب ان في حد ممكن يتكلم على حد ميت على الفيسبوك. انت بتفكريه بحاجه، لما حد بيموت برضه نمره تليفونه متسجله باسمه، وبعدين بيسيب موبايله فتفاجئي ان ابنه او مامته او مراته بتستعمل موبايل، ففجاه تلاقي الموبايل بيرن احمد ابراهيم. احمد ابراهيم ازاي ده مات؟ فتلاقي بيقول لك اصل انا ابني وانا معايا النمره، كنت عايزه اقول لك حضرتك تقول لي ليه؟ حاجه مرعبه. استعمل موبايل باباك ليه؟ ليه ده متسجل في كل حته في الدنيا ان هو احمد ابراهيم؟ ليه؟ والوالده يعني مامته في الصفحه كانت قاعده يعني كانها بتكلمه، فانا حسيت انه لا، دي حاجه، دي مشاعر ما ينفعش تتحط في موقع زي فيسبوك. بس الله اعلم، كل واحد ليه اسلوب مختلف. خلينا نشوف الناس رايهم ايه في الموضوع الغريب ده. انا راجل تقليدي يعني، ما بحبش اي حاجه تبقى خاصه بيا حد يورثها يعني. ممكن يبقى فيه شغل وهو يستفاد منه يعني، كشغل مش كحساب شخصي. حساب شخصي لا، دي خصوصيه ما ينفعش حد ان هو يعني يخش فيها، انا مش حباها بصراحه. اكيد لا طبعا، لا ثروه قوميه. لا ما وافقش. ممكن لو حد شافه يعني بالنسبه لاصحابي بس، اوكي رقم خطيبتي طبعا ما ينفعش، عشان هو يعني عليه حاجات برايفت كتير، وانا ما اعرفش اللي هيرد هيقول ايه. لو انا عايزه اقفله اقفله، بس ما ادي لحد. لا اكيد مش هينفع، عشان ديت بتبقى حاجات شخصيه مش اي حد يشوفها. مفيش حاجه مهمه يعني، ان انا
ممكن ان انا اورثها عادي يعني. لا طبعا ما ينفعش، في خصوصيات وفي اسرار وفي حاجه خاصه بي انا. لا مش وافق عشان علي اسراري وحاجاتي، فاني مش هينفع حد يشوف الحاجات دي. لا هو مثلا معاش ولا هو ارض زراعيه او لا، ما ينفعش اورث. دي حاجه شخصيه قوي ما ينفعش تورث فيها. انا فعلا عملتها وورثت اختي، اختي عملت لها ان بعد وفاتي الاكونت هيبقى بتاعها هي. مش عارفة يعني موضوع أورث حسابي الشخصي على الفيسبوك والإنستجرام وتويتر وكل الكلام ده يعني غريب جدا. أنا صراحة ما عنديش غير إنستجرام والفيسبوك والحاجات التكنولوجي التانية ما فهمش فيها قوي، بس واضح يعني أنه في العالم في اتجاه كده برة، هم سبقنا طبعا في الحاجات دي زي ما حبيبة قالت ومتطورين جدا في الحتة دي. الفكرة واضح أنها موجودة وممكن تكون بتتحقق فعلا وبتتنفذ، انك تورث حساباتك او السوشيال ميديا بتاعتك لشخص معين من الاشخاص المقربين ليك. بس زي ما قلت في الاول، انا لو معروفة ومشهورة والسوشيال ميديا حاجة بالنسبة مهمة بالنسبة للناس عني وعن ذكرايا، ممكن حتى اورثها لحد عشان يحيي الذكرى بتاعتي من وقت لوقت، اعياد الميلاد، الوفاة، الاحداث المهمة ممكن. هو التطور ده حلو يعني، بدل ما يطلعوا الفكرة الصندوق اللي بنطلعه نشوف أجدادنا وأهالينا وخالي الله يرحمه وعمتي الله يديها الصحة والجو ده كله، هنا بقى نفتح الفيس ماما فاكرة الله بابا مين اللي رفع الصورة دي؟ مش عارفة العفاريت بتاعت ماما؟ لا ده تلاقي ابن خالة عمك كده، هم اللي كانوا محضرين الفرح ده كان معاهم الصورة دي. بس بصي بعتلك ازاي؟ لا وبصي سبحان الله في حد من حبه في بدرية داخل سايب لها ايه؟ الله ايه ده، دي صورتك وانتي كان عندك 3 سنين. بس جابها منين؟ برضو جابها منين ده؟ لا بصي يعني عيد ميلاد انتصار وحط لها ايه؟ وهي مش موجودة معانا. بصي سبحان الله الفنان ده الحب ده من عند ربنا. مش معانا انت في الفيس ده؟ معاكم طبعا. طيب ايه عاملين عندك ايه بعد الممات؟ بعد الشر طبعا، بعد الشر طبعا. عملوا فيا ايه بعد ما مت؟ خلاص يعني مت هعملوا فيا ايه اكتر من كده؟ لا احنا بقى بنتكلم بنورث الحاجه الخاصه بينا، عملوا ايه على الفيس عندك بعد الممات؟ يعني انا بيخشوا يشوفوا يعني كرتونه الصور بتاعتي بدل ما يجيبوها على حسابي. لا على الحساب انت بقى ايه؟ ما هي الفكره، بس احنا ما اتكلمناش في حاجه مهمه جدا في الموضوع ده كله، ان اللي هيورث الصفحه بتاعتك هيبقى عنده كل اسرارك. ما هو لازم يبقى حد من قرايبك، حد من ولادك، بس حتى لو في حاجات إيه؟ اكيد في حاجات مش هتحبي ان مثلا او باباكي او مامتك يشوفوها. انت لو هتفكري تورثي هتلاقي نفسك بتعملي بتفلتري الفيسبوك بتاعك، هتعملي ديليت بقى ديليت. لا ما هو انت كده كده لما بتنزلي بوست ما الدنيا كلها بتشوفه، ايه السر في الفيس؟ لا بس عندك بقى المسجات بتاعتك وعندك صور يمكن. لا خليكي ذكيه وامسحي اول باول. طبعا لو هتورثي انت هتلاقي نفسك بتمسحي اول باول. بتعرضيها على الفساد. اسمعي كلام قبلتك. لا انت احسن لك اللي حدش يورث الفيسبوك بتاعك، واضح اللي فيه شقاوه جامده. انا فيسك يتنضف اول باول. فيسك يتنضف. يتنضف. حاضر هنضفه. شطفيه تشطيفه حلوه كده وتنشريه تعطريه وتبرفنيه وبرفنه كمان وتكرميه والكلوروكس بقى في الاخر لو مفيش حاجه نفعت تكرميه. طبعا انا مش عايزه حد لا يشوف ولا ما يشوفش، ومش عايزه حد يرق نفسه باي موضوع فيسي. اتكلت على الله توفاني الله، فيسي يتقفل بقى وكل حاجه. اللي عايز بقى محبه فيا ياخد كل الصور اللي كانت موجوده ويفتح بقى حاجه تانية، يقول صفحه بحد تبع انتصار ماسكها، لكن انا ماسكاها لا. ولا لا يمكن شتمت جوه ولا عم. اقول لك عليا والله انتصار هروح ازوره كل يوم خميس. اللي الولد نفسه اللي ماسك الفيس بتاعي. افتكرت الولد اللي ورش ميه واحط ورد. الفيس ولا القبر يا واقرا الفاتحه، ما هيبقى بقى الورث. اقرا الفاتحه واشوفك عايزه ايه وافرق قرص. يلا هيصي. برافو عليكي. يعني هخليكي نايمه مرتاحه. بس انت نامي. طب انت تتكلمي مالكيش دعوه. وسعي بقى، وسعي كرسي بقى. طب يا جماعه في هذا الموضوع الجدلي اللي لو اتفتح وكل مره بيتفتح موضوع السوشيال ميديا الكبير اللي ما بيخلصش ده اللي ملوش نهايه، اكيد مش هنوصل لنتيجه ورد. وهي في الحقيقه يعني فانتازيا. انا بعتقد ان انا عشان اورث الفيسبوك بتاعي او اورث اي اكونت من السوشيال ميديا بتاعي لاي حد عشان يمسكه بعد ما انا مت خلاص والدنيا بالنسبه لي انتهت وانا انتهيت بالنسبه للدنيا، فدي فكره فانتازيه جدا جدا جدا. انا شخصيا عن نفسي مش مقتنعه بيها بالمره.
اكيد ما حدش هيورث الواتساب بتاعي. في شتيمه، في فلوس، في خناقات، في لا ما بحبش حد يشوف الواتساب بتاعي. يمكن اكتر حاجه مش هحب ان حد يخش فيها ويبقى عنده تفاصيل حياتي فيها هي الايميلات. ما عنديش اسرار، انا بني ادم سري في على الفيس. بس عارفة بالنسبة للفانتازية في ناس عندهم صفحات للحيوانات بتوعهم، يعني مرتبة مين هيورثهم وقتها مثلا، يعني ما هو دي في مشكلة أزمة. لا هو هتبقى حديقة الحيوانات بقى تورث، هو ده من الفضاء على فكرة غالبا يعني. فنطلع فاصل ونرجع نكمل باقي حلقتنا. استنى